ثمة من يقول إنكم ربحتوا بقوات السنة، أصوات السنة يعني قوات لبنانية سنة. إذا بدك فينا نشيل يعني السنة ما هيك، ومنشيل التشنك ومنحسب. إذا شلنا السنة يعني في 2000 صوت سنة بناخذ منهم نحن 1700، في 2000 صوت أرمن والسنة عزيزين والأرمن عزيزين طبعا، بس نحن هون عم نجرب نحلل سياسي. إذا منشيلهم على جنب بيطلع أخذنا 54% من الأصوات، وبالتالي مش طلعنا بأصوات السنة. من الأرقام اللي أعطيتها حضرتك بالأشرفية مثلا 54% 14 أدار، صح. 46% التيار، لنفترض إنه هيدا مزبوط، صح. يعني ميشيل عون بميلة وكل مكونات 14 أدار بميلة، صح. مزبوط، صح 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 معك حق. يعني جنرال عون بالأشرفية 46% ما هيك، ومن جهة تانية عندك قوات وكتائب واللي عنده يهون وزير فرعون والرأي العام مع 14 دار كلهم 54%. كلكم لتقدروا تتخطوا لجنرال عون بكم مطلع؟ نحن فينا على جنرال عون، بس هاي الأرقام ايه صحيح؟ أرقام جعجع الصحيحة وغير الصحيحة، إضافة إلى مدلولاتها السياسية، مع مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبد سعد. أستاذ عبد سعد، يعني معركة أرقام كانت الانتخابات البلدية، كان ببيروت وبالمناطق كلها، شو حقيقة اللي صار ببيروت؟ أولاً الحقيقة ما جرى في بيروت سددني نسبة الاقتراع، بعتبرها هي إدانة إلى ما كل يدعى من أنه يوجد ديمقراطية في لبنان. لا ديمقراطية في لبنان، وهذه الأرقام كانت مخيبة جداً جداً. بالتأكيد في بلد مثل فرنسا تدني نسبة مشاركة كهذه، يعني إذا تدنت نسبة المشاركة عن 25% تلغى النتائج الانتخابية وتعاد الانتخابات في بلد فرنسا، وخصوصا أنه أكيد هي دون 21%، يمكن 21% هي مع الاختيارية. أما إذا درسنا الأرقام، للأسف الشديد الأرقام بعد ما قدرنا نحصل عليها كاملة، ولكن واضح جدا من الأرقام المتحققة اللي حصل عليها المرشحين، يعني نعرف من خلالها أنه نسبة الاقتراع للانتخابات البلدية في مدينة بيروت بحدود 17-18%. واللائحة الفائزة لم تحظ على أكثر من 14% من أصوات الناخبين المسجلين على لوائح شرطة بيروت. هذه تعتبر انتخابات غير شرعية، صحيح قانونية ولكن غير شرعية، لا شرعية لبلدية أو أي جسم منتخب ب 14% أو 15% أو ما إلى ذلك. بالسياسة كيف تقرأ نتائج بيروت أو الإقبال على الانتخابات؟ يعني للأسف الشديد كان في واضح تماما أنه لم يكن هناك إقبال على الانتخابات في بيروت، لأنه لم يكن هناك من مجال للتنافس. قانون الانتخاب منع الناخبين من القيام بالذهاب لصناديق الاقتراع للاقتراع، لأنه لم يكن هناك أي أمل للآخرين بالفوز في هذه الانتخابات. بس كانت معركة أرقام كمان بالنهاية طبعا، وبعتبر أنا أستغرب يعني أسمع الكثير عن بعض القوى السياسية التي تبدي حرصها على بيروت وأهل بيروت وحقوق أهل بيروت، وبنفس الوقت يمكن دون أن يدروا هم يمنعون أهل بيروت من حقهم السياسي في المشاركة الانتخابية، لأنه قانون الانتخاب لا يسمح للناخبين بالانتخاب. نعم يسمح لهم بالتصويت، أما أن يذهبوا وأن يختاروا أن يكون هناك مروحة من الخيارات أمامهم هذا غير موجود. القانون الذي اعتمد في بيروت وحتى في لبنان، أنا أقول يعني قانون الأكثري هو قانون ظالم، قانون ظالم، قانون يقسي، لا يعكس صحة التمثيل ولا عدالة التمثيل. فلا أعلم الذين أبدوا فعلا حرصهم على حقوق الناس إن كان في بيروت أو غير بيروت، أو غير بيروت، لماذا حوربت النسبية بهذا الشكل الفظيع والعمل الكبير والجهد الكبير الذي قاموا به من أجل إسقاط النسبية في المجلس النيابي.
استاذ عبدو، قبل ما نسترسل بالحديث عن موضوع قانون الانتخاب، بالنسبه للدوائر المسيحيه ببيروت، يعني دائره بيروت الاولى اضافه الى المدور، الطرفين المتنافسين يقولان يعني انهم احرزوا النتيجه اللي كانوا بيتمنوها. العماد ميشيل عون كان له حديث، وبالمقابل كمان سمير جعجع. لمين ممكن نقول او يعني نربط الفوز بهذه الدوائر؟ بكل صراحه يعني بظل وجود غياب الارقام الرسميه الدقيقه، لا استطيع التعليق على هذا الامر بدقه. يعني نحن حتى في كل الانتخابات اللي جرت لغايه اليوم، ان كان في جبل لبنان او في البقاع او في وخصوصا في جبل لبنان، الكل ادعى الربح، ولم يعترف أحد بالخسارة. بكل صراحة أقولها يعني، وهذا الأمر قد ينطبق على بيروت، يعني أنه الكل يقول أنه كسب وما قال حدا أنه خسر بنفس الوقت، بالمقارنة مع نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. يعني بالتأكيد هناك، إذا أخذنا النسب المئوية، هناك تحسن واضح لدى التيار الوطني الحر والتشناق عن الأرقام التي أو عن النسب التي تحققت في انتخابات 2009. 2009 في المدور، عفواً في الرميل كان هناك تقدم للوائح 14 آذار بفارق ضئيل. في الأشرفية كان هناك تقدم ليس كبيراً ولكن حوالي 10 نقاط مئوية على الأقل بين لوائح 14 آذار ولوائح المعارضة. الآن النسب كما تبدو ليست بهذا الفارق في الأشرفية، هي أدنى من 10 نقاط مئوية. إذا بدنا نفصل شغلة بس تتعلق يعني بموضوع حزب القوات اللبنانية، يعني هناك فوز أو وجود سياسي ل 14 أدار، القوات اللبنانية من ضمن هذا التجمع، ما هو حضورها في بيروت الأولى؟ دون أدنى شك هي الأقوى في بيروت الأولى من ضمن قوى 14 أدار، هذا أمر واضح يعني في الأشرفية، في مناطق في الدائرة الأولى هي الأقوى ضمن قوى 14 آذار. وسائر القوى؟ نعم، وسائر القوى الحليفة للقوات، يعني طبعا الوزير ميشيل فرعون له حضوره السياسي، حزب الكتائب له حضوره، بس أقول أنه الأقوى القوات اللبنانية. لكن هذا التجمع كله يعني بكل أطيافه وتحالفاته صاب بوجه تحالف واحد وتيار، يعني نحن إذا كنا بدنا نقارن بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بالتأكيد التيار الوطني الحر هو القوة الأقوى في معظم المناطق في لبنان بمفرده، أقول في معظم المناطق في لبنان. يعني التيار الوطني الحر بالاستطلاعات التي يجريها المركز بشكل شبه دائم، يعني يمتلك التيار الوطني الحر كقوة تجيرية نحو 38% من المسيحيين. طبعا هذا الرقم مش موجود عند القوات اللبنانية بالتأكيد، يعني بالمقارنة أقول أنا يعني. إذا بدنا نصعد صوب زحلة، صعودا نحو زحلة، كيف قرأت الأرقام اللي إجت؟ زحلة حقيقة هي إذا كان هناك من معارك سياسية، وهي قليلة جدا برأيي أنا، زحلة كانت معركة سياسية بامتياز، بحيث كل قوى 14 آذار بجانب وقوى المعارضة رغم انقسامها النسبي، لأنه كما هو معلوم التيار الوطني الحر رشح مرشحا واحدا، وكما نعلم أنه أعطى القسم الأكبر من أصواته للائحة الوزير سكاف. فطبعا واضح تماما أن هناك النتائج تدل أن هناك تراجعا لقوى 14 آذار في مدينة زحلة. تيار الوطن الحر الاستفتاء يلي عمله بزحلة، هل برأيك نجح؟ نعم نجح، بالتأكيد نجح، لأنه البعض اعتبر أن التيار الوطن الحر لا يمثل أكثر من 7-8%، وأتت النتائج لتؤكد أن هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق. تبين أن التيار الوطني الحر يمثل نحو أكثر من 20% من المسيحيين في مدينة زحلة، وهذا يجعله أحد الأوائل في مدينة زحلة بعد التيار الوطني الحر. طبعا القوات اللبنانية لها حضورها القوي في زحلة، ولكن أولا الكتلة الشعبية هي الأولى في زحلة،
والتيار وتيار القوات اللبناني والتيار الوطني الحر، هن يعني هول الثلاثه هن، بس التيار الوزير شكاف اثبت انه هو القوه الاولى في زحله. لكن كان في تجير لاصوات التيار العوني طبعا من شكاف. بالتاكيد بالتاكيد التيار الوطني الحر جير القسم الاكبر من اصواته الى لائحه الوزير شكاف. حقيقة يعني كان بالاستطلاعات عندي لنكون دقيقين، عندما قمت باستطلاعات حول زحلة كان قسم لا بأس به، حتى لا أقول القسم الأكبر من مؤيدي التيار كان عندهم حتى بدون ما يكون هناك قرار حاسم أن كانوا متجهين نحو تأييد لائحة الوزير سكيف. ولكن في اليوم الأخير تقريبا سبت ليلة السبت الأحد كان هناك قرار فهم من التيار الوطني الحر أن يساعدوا لائحة الوزير سكاف للفوز لأنه كان هناك منافسة جدية، وأثبت نتائج أنها كانت منافسة جدية. يعني الفارق صحيح هو 1700 صوت، ولكن كنسبة مئوية يعني منه كبير. طب الانتقال كمان مسيحيا للبلدات المسيحية بقضائل البقاع الغربي ورشيا كمان ظاهرة مميزة، يعني أن يفوز تيار الوطن الحر بمعظم هذه البلدات. لا صحيح، يعني حقق التيار الوطن الحر انتصار مع إلى جانب حلفائه، ما بعرف مع مين تحالف يعني، بس معظم اللوائح كانت هو في رأس الحربة فيها، وفازت بأغلبيتها يعني، حتى لا أقول لأني ما أحصيت كل بلدة ببلدتها، بس الواضح فاز في معظم المناطق المسيحية في البقاع الغربي، وهذه نتيجة مهمة جدا جدا للتيار الوطني الحر. كمان بالبقاع في تحول يعني للجو السني، كان هناك كمان اكتساح للمعارضة السنية. يعني خلينا نتواضع شوي، ما نقول كلمة اكتساح، كون هناك تراجع ونكسي بعتبرها لتيار المستقبل. فعلا حققت المعارضة السنية مع الأهالي في منطقة نتائج غير متوقعة، وخصوصا في بلدات كبيرة مثل جب جنين، مثل القرعون، مثل كيم دلوز، و يعني ما بعرف بالضبط ما حصل في سعد نايل، على كل حال هي في زحلة، عفوا زحلة. نعم، ما نحن عم نحكي اصلا عن البقاع بشكل عام يعني. نعم نعم طبعا واضح تماما. يعني انا سمعت الوزير مراد البارحة يقول بان تيار المستقبل فاز فقط ببلديتين في البقاع الغربي. يعني هذا تراجع واضح، اكيد تراجع واضح، خصوصا عندما أعود إلى نتائج الانتخابات النيابية. يعني في القرعون أو في جب جنين أو في كامد اللوز الفارق كان كبيرا جدا بين النتائج التي تحققت في الانتخابات النيابية والنتائج التي تحققت في النتائج البلدية. يعني عادة نتائج الانتخابات البلدية النيابية تعطي مؤشرا حول اتجاه طيب العوامل يلي أثرت على هيك تطور وتحول. بتصور في غياب للأدوات التي كانت تهيمن أو تستعمل في منها معلش التعبئة وما إلى ذلك، لم تكن موجودة، فهذا من الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع، أو أعتبرها أنا إلى حد ما نكسة لتيار المستقبل في البقاع. نعم، التعبئة يعني المذهبية وأيضا الدعم المادي، يعني هذا من أحد لا أعلم بالضبط إذا كان هناك موضوع المال، لا أريد أن أدخل به، الجميع يستعمل المال للأسف الشديد في لبنان يعني، ولكن بنسب متفاوتة كما لاحظنا ورأينا بالانتخابات النيابية. الأصوات الشيعية وما تبقى من الانتخابات البلدية والاختيارية بعد هذا الفاصل.
استاذ عبدو، باطار الانتخابات البلديه والاختياريه في مفاجاه سجلت ببعض المناطق مثل باللبوه مثلا بالهرمل، انه خسر تحالف حزب الله امل بوجه العائلات، كيف نعم. تفسر هالظاهره؟ يعني انا اللي فهمته خسروا، يمكن قد يكونوا خسروا في بلده اللبوه. وبكل صراحه بقول لك صحيح انه تكلمنا انه المعركه اللي كانت سياسيه هي كانت في زحله، ولكن 98% من المعارك او 95% للمعارك في لبنان لم تكن معارك سياسيه، كانت بكل صراحه يعني. وبيخافوا من كلمه السياسي شيء غريب او بيستحوا فيها، لا خليها تكون عائليه، هذا استحقاق عائلي، ونحن في القرن 21 في لبنان علينا ان نعترف ان في عنا الوعي الاجتماعي متخلف في لبنان، كما هي الطبقة السياسية متخلفة في كل دول العالم. الديمقراطي والمتحضر تجري الانتخابات المحلية أي البلدية بأحزاب بتكون سياسية بامتياز، وتخاض هذه المعارك من قبل مؤيدي الحزب من أبناء البلدة وما إلى ذلك، بس بتكون سياسية لأنه هي معركة سياسية. عنا بتلاقيهم في كثير من الحالات عندما يكون الوضع غير مطمئن بيطلطوا وراء العائلات، وعندما يكون الوضع ممتاز بينسوا ريشون وبيخوضوا المعركة باسمهم. معلش خلينا، هذا ينسحب على الجميع في بكل صراحة. للأسف الشديد أقول أنه ما زالت الانتخابات تجري، في الانتخابات النيابية تجري بخلفية طائفية بالطوائف، وبالبلديات تجري في العوائل. يعني العنصر العائلي ما فيك تغيبه بتاتا، وهذا مع احترامي للعوائل وأنا ابن عائلي طبعا، يعني هو تخلف، هذا دليل تخلف. فبالتالي نعم، إذا في عدة أماكن العوائل بتجتمع، وحصل هذا الأمر مع تيار الوطن الحر ومع القوات اللبنانية ومع كل الأحزاب، مع تيار المستقبل، مع كل الأحزاب حصل، ومع الحزب التقدم الاشتراكي، في محلات بنفس المؤيدين لنفس الخط لنفس هذا بيختلف فيما بينهم بشكل لوائح متضاضب، مما يجعل الفريق الآخر ينسحب. نعم كان هناك يعني متوقع أن يحصل شيء من هذا القبيل، حتى في المناطق الحديدية اللي اسمها المناطق الشيعية أن تفوز لائحة ضد تكتل أمل وحزب الله. بس هيدا الموضوع يعني العائلي ما فاتت وين ما كان الانتخابات العائلية، يعني مثلا بالجبال شو أثر الصوت الشيعي؟ ما كانت معركة عائلية. ليك لحكيكي بصراحة، أنا هون كان في هي ملفت انتخابات الجبال وخصوصا الصوت الشيعي. يعني إذا رجعنا إلى انتخابات النتائج الانتخابات النيابية في مدينة جبيل اللي هي حصلت من حوالي 11 شهر أو 10 شهور قبل الانتخابات اللي جرت في جبيل، نرى أن الصوت الشيعي بنسبة ساحقة تفوق 90% ذهبت إلى التيار الوطني الحر، ولم تأخذ الموالات أكثر من 1% يعني أقل من 2% من أصوات الشيعة. تأتي هذه الانتخابات وتذهب أصوات الشيعة بأكثريتها إلى لائحة الأستاذ زياد حواء، ما يعني أن المعركة بالنسبة للشيعة لم تكن سياسية. الشيعة بكل صراحة أقول لك، عندما تكون بهذا الشكل معركة محلية هكذا، أعتقد عندما تكون بمعركة للسلطة المحلية للبلديات، يعني إذا في مرشح عنده علاقة معه جيد وذو مكانة اجتماعية جيدة وهو ليس معادي للمقاومة فبيصوتوا له، ما في مشكلة. والمعروف عن آل حواط هم موقفهم منه سلبي من موضوع المقاومة، فهذا تحليل من عندي أنا، لأجل ذلك صوتوا له. يعني إلى أي حد، بالعودة لموضوع زحلة، إلى أي حد أدى الصوت الشيعي إلى فوز لائحة سكيف؟ يعني دون أدنى شك الصوت الشيعي هو كما هو الصوت السني في كل الأمكنة، مثل الأشرفية الصوت السني كان رافعة للوائح الموالاة، كذلك الأمر الصوت الشيعي كان رافعة يعني هذه في كل الأمكنة موجودة يعني. وأنا حقيقة كمواطن لبناني أدين كل هذا الكلام، عفوا مش بس أنت، الجميع يتكلم. يعني سمعت أحد السياسيين يقول
ليس صحيحا أن سكاف هو زعيم زحلي، لأن الأصوات الشيعية هي التي، طيب أصوات شيعية هذه من زحلي مش مستوردة، هذه مش جاية من إيران أو من أفغانستان، أو هذه أصوات لبنانية زحلوية. يعني حتى يؤسفني بقول دائما حتى الأرمني بيحسبوه مش مسيحي، يعني لا، هذه الأصوات المسيحية الدرجة الأولى هم الموارنة والكاثوليك والأرثوذكس. هذا معيب، هذا لا يجوز بتاتا، لا يجوز وما بيجوز بتاتا. نتمنى بكل صراحة يأتي اليوم التي يؤخذ القرار بإلغاء هذه الصناديق، بمعنى أن تكون تحت عنوان شيعي أو سني أو درزي، لا يجوز ذلك. بس هذا بيعكس الوعي الاجتماعي المتخلف في لبنان بزحلة. أيضا إذا بدنا نستكمل الحديث بالأرقام كمان، هل كان ممكن لسكيف أن يفوز من دون التيار الوطني الحر؟ بصراحة بقول لك اليوم الرقم اللي فاز فيه بدل أنه كان أكيد، لو كان هناك التصور، أنا لو قرر الجنرال عون أو التيار الوطني الحر أن يحرض مؤيديه على لا يصوتوا إلى لائحة الوزير سكيف كان هناك مشكلة، أعتقد أنا أعتقد. ولكن كما قلت، قبل أن يأخذ القرار الرسمي الجنرال عون بإعطاء لائحة الوزير سكاف، وتم التعميم هكذا فهمت، يعني كان هناك قسم لا بأس به بده يصوت لسكيف. بس قد يكون، لا أدري، أنه إذا أخذ قرار الجنرال، وهذا عم نحكي فرض المحال غير محال، من المستحيل كان على الجنرال عون أن يطلب من مؤيديه أن لا يصوتوا لحليفه. يعني التيار الوطني الحر أنا بعتبر بكل صراحة بقولها أهم نجاح حققوا في مدينة زحلة، في كل لبنان أهم نجاح في مدينة زحلة. قد تستغرب ذلك بسبب أنه انتصر تياره ونصر حليفه بنفس الوقت. يعني هذه مفارقة جيدة، صديقه يعني. نعم صديقه، نعم نعم. فكان انتصر طيار انه استطاع ان يثبت وجوده، وانه وبين انه هو من الارقام الاساسيه في زحله، وبنفس الوقت ما ضر بحليفه، بل بالعكس استطاع ان يساعد حليفه على الفوز بهذه الانتخابات. استاذ عبدو، هل فينا نحن نعمل مقارنه انه هيدي الاصوات البلديه والاختياريه بتقارب بالصوره الاتيه للانتخابات النيابيه؟ مش في كل الأمكنة أكيد. يعني هلأ تقولي لي بالبقاع الغربي لو بكرة جرت الانتخابات النيابية هيك حتكون النتائج شبه مؤكد الكلة جبال وين ما كان. أنا مش بس عم بحكي، أكيد لا، لأنه في عوامل، وعطيت نموذج الشيعة في جبال. لو كانت انتخابات نيابية، وحتى بدي افترض الأستاذ زياد حواط هو مع اللائحة المدعومة من قوى 14 آذار، مش حيصوتوا له الشيعة، بيقولوا له نحن يمكن بحترمك بس مش قادرين، لأنه هذا في خط سياسي الآن. يعني في خصوصية للبلدية أكثر. بالتأكيد بالتأكيد، وين ما كان هذه، وين ما كان في خصوصية البلدية. بس عم بتكلم كنت عن زحلة، هي أكثر من عائلية. العائلة وين ما كان بالانتخابات النيابية العائلة تلعب دور، بس بشكل، لأنه الطائفة هي جزء من طائفة، من الطائفة الكبرى، ما بيبين دورها للعائلة، بس العائلة تلعب الدور في الانتخابات نيابية وبلدية. بالبلدية بتكون حادة أكثر، لأنه أبناء الصف الواحد، يعني أنا بعرف تماما في كثير من البلدات أبناء الصف الواحد المؤيدين للخط السياسي واحد كانوا ضد بعضهم. يعني فهمت بسن الفيل مثلا، يعني كان في مرشحين للتيار الوطني المؤيدين للتيار الوطني الحر على لائحة الأستاذ كحالة، وبالمقابل كان في لائحة مدعومة بالكامل من التيار الوطني الحر. أستاذ عبدو، بالانتقال للمرحلة المقبلة من الانتخابات بالجنوب، شو هي رح تكون أبرز المعارك؟ جزين هي اللي رح تكون نقطة المحور بمعركة الجنوب؟ يعني كما هو الحال، كما جرى في انتخابات جبل لبنان بالمحطة الثانية، معارك حتكون في المناطق المسيحية، وهذا الأمر سوف ينتقل على المرحلة الأخيرة في الشمال. هكذا هذا هو قدر المسيحيين في لبنان. لا حقيقة حتكون في البلدات المسيحية بشكل أساسي، لأنه يبدو أن صيدا ذاهبة نحو التوافق، يعني في البلدات المسيحية. وطبعا واضح تماما الأرجحية لمين في الجنوب بالنسبة للأكثرية الساحقة من البلدات،
فبالتالي المعارك حتكون في البلدات المسيحية. ما بعرف إذا في محاولات للتوافق، لأنه في جبل لبنان جرى التوافق وكان مضحك حقيقة هذا التوافق الذي جرى، يعني حزب القوم السوري مع الكتائب ومع القوات اللبنانية، غريب هذا الأمر يعني أن يحصل. وهذا بدل عن إفلاس سياسي عند كل الأحزاب. هذه الأحزاب هي بكل صراحة، يعني اللي يمكن يزعلوا مني زعماء، هي أحزاب أشخاص وأحزاب طوائف، مش أحزاب سياسية بالمعنى الحديث للكلمة. لو حصل، لماذا بدوا يتحالفوا؟ وللأسف الشديد لو كان في نسبية ما كان في حاجة لكل هذه الفولكلور والحركات المضحكة هذه، أنا بعتبرها ما إلى معنى سياسي بتاتا. شو تتوافق يعني؟ لماذا؟ فبالتالي بالجنوب بعتقد سوف تنحصر الاهتمام الناخبين في المناطق المسيحية. يعني بتضل نسبية أمل اللبنانيين على كل حال أستاذ عبدو؟ حقيقة أتمنى كمواطن لبناني على كافة القوى السياسية أن تلجأ إلى اعتماد قانون نسبي، بسبب ما شهدناه في بيروت وغير بيروت. النسبية هي مصلحة للجميع، هي مصلحة لبنان. دائما أقول اعتماد النسبية هو المدخل الأهم للإصلاح السياسي. إذا كان هناك من قوى سياسية فعلا تريد الإصلاح، فعليهم درس موضوع النسبية بجدية واعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة. على حال أستاذ عبدو، يعني المعركة السياسية أو التنافسية الانتخابية مستمرة. الحلقة المقبلة من خبر أو خبرية الخميس المقبل بعد الأخبار مع النائب زياد أسود ومعركة جزين. بختام الحلقة التحية دائما من الزميلة نسرين ناصر الدين ومني أنا جاد أبو جودة. لأي فكرة أو اقتراح، جروب الفيسبوك والبريد الإلكتروني الخاص بخبر أو خبرية دائما بالانتظار، وإلى اللقاء.